الدار بلس بودكاست. الحي الخطير، حكاية الهامش. مهلا، توقف لحظة واستمع رجاء. فالحياة حياتها اثنتان، بينهما برزخ لا تبغيان. حياة حي مطمئن يسكنه إنسان، وحياة حي خطير ساكنه مبهم منفي لص طريد عربيد دجال سلطوي تاجر مخدرات قاتل مدمن مقتول متدين غبي أو بغي ليس له من الحياة سوى العيش. هكذا تقول الحكاية، فأي حكاية هي؟ أهلا بكم إلى بودكاست الدار بلس. الدار بلس بودكاست. إنها حكاية تتلفع شطط الأبجدية وتصعد صهوة المتن الحكائي لتحكي حكايا المساء والصباح بالكلام الممنوع والمباح. إنها حكاية الحي الخطير. ولأن محمد بن ميلود ليس شاعرا من شعار البلاط ولا شويعرا متزلفا بقافيته، كانت أشعاره دائما ما تغمس قافيتها في وريد متمرد فتطلع حمراء كجمر الحرية. ولأنه أيضا كما عودنا كاتب من درجة صعلوك متمرد، له ثورية خاصة في الكتابة، ثورية تمخضت عن عمل روائي خطير للغاية حسب مقياس الأدب. الحي الخطير ليست رواية تقرأ لتقرأ هكذا كأي مقروء، ولا نصا سرديا تمرر عليه عينيك بحثا عن استئناس لحظي ويترك على الرف يسارع الغبار إلى حين، بل هي رواية حياة تقرأ لتعاش. هي صوت الهامش القادم من الهامش مدويا كرصاص قلم الرصاص بن ميلود الخطير. هي توثيق لحقبة زمنية غير محددة، لأنها لا تنتهي إلا لتبدأ، لأنها بالفعل مؤلف يضم بين دفتيه حياة لا تشبه الحياة لأناس اتحدت على تهميشهم كل القوى المرئية واللامرئية ووضعتهم في منتبذ قصي، وجعلت من دونهم حجابا يتقمص هيئة الوادي الذي فصلت ضفتاه بين الحياة واللا حياة. فمن منا سيقرأ النص هذا ولن يبصق بمرارة العلقم على رؤوس المخزن حزنا على خال مراد الذي لم يقترف من ذنب سوى إيمان بالحرية والانعتاق، رومانسية ثائر وحبا جبراني الهوى لرفيقة ماركسية، فكان حظه موتا بلا قبرية ولا عنوانا يتيح لتلك الأخت المفجوعة لقياه. الدار بلس بودكاست. الحي الخطير ليست رواية من النوع الذي يتبجح صاحبه بلغته الطنانة، ولا هو يقلقل القارئ بحروف القلقلة، ولا يفجر غيظه بحروف الأبجدية الانفجارية، بل هي تساؤلات كثيرة تتمغنط داخل المتن الحكائي بلغة ثالثة. تقف بحذر على أظافرها وهي تفتح لك دفتي الحكاية لتلج أنت ذلك الحي الخطير وتدخل عمق براريكه وأكواخه لتعيش حيواتهم وتتحلى بالحلم على أهل تلك الحياة المركونة في الهامش الذين مسخهم بؤس الحال وسؤال الذات إلى بشر تتحكم فيهم بهيمية النفس البشرية. الحي الخطير رواية متعددة الأصوات يتوحد في سردها راو عليم بمكنونات الحي، لكنه يغير نبرة صوته عند كل حكاية من حكايات شخوصها.
يدفعك في لحظة تماه مع شخوص الرواية وفي معمهان الصراعات بين العصابات الصغيرة داخل الحي، إلى أن يتصارع في داخلك الغضب ممزوجا ببعض الشفقة، فتارة تجد نفسك تناصر شخصا من حبر تحب حبه وتكره كرهه، وأخرى تجدها تمقت شخصا روائي المعالم، شخصا من مخيلة الكاتب تكرهه كره العمى. الدار بلس بودكاست. الحي الخطير، رواية ضمت مجتمعا قائم الذات من رأس الهرم حتى سفحه، بإشارات واضحة كعلامات التشوير وإحالات للبيب فهمها، فقد استرجعت محنة الماركسيين سنوات الجمر والرصاص من اختطافات وسجون عبر تقنية الفلاش باك، ومن خلال ذاكرة مراد التي سافرت في عروج عزلة الزنزانة إلى عالم خالي الشيوع مجهول المصير. وأنت ممعن في القراءة، ستعرج بك رياح الحي الممزوجة بعطن دم الموتى وروائح الكيف والحشيش نحو الحلم اليساري الموؤود وخطاباته الرومانسية الوردية، ليقفز بك الكاتب بطريقة سحرية في جغرافيا النص إلى قضايا فساد الشرطة وتورطها في عمليات القتل، سلب ونهب أموال وبضائع تجار المخدرات، والعنف ضد المرأة، وكيف يستأسد في الهوامش والمناطق المهملة دون حسيب ولا رقيب، بل سيتوغل بك عمق الهامش في قلب الأحياء الفقيرة لترى كيف يتقد الشعور بالدنيا ويستحيل نارا ترمد ما حولها، وكيف تستعر مراجل الحقد الطبقي في نفوس البروليتاريا حسب توصيف ماركس. الدار بلس بودكاست.